بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من اليوم الخميس 17/2024 متوجهين للتلة من احد العجود الجصانية الخاوية على عروشها حقيقة. من عجد صعدت بيت السيد محسن العاملي الله يرحمه ورحمة الواسعة مثل ما جاي يشوفون اخواني الاعزاء. متجهين الى عرضية السوق. نشوف مقاطع. احنا جاي نشوف مقاطع فقط يعني. لا مناشدة ولا كل شيء ولا ابد لان ماكو فايدة. يعني تناشد من بقت بس البزازين. مثل ما جاي يشوفون اخوان الاعزاء. بس البزازين بقت بالدار. صار فترة طويلة طبعا ما متمشين بهاي المكانات. مثل ما جاي يشوفون بيت ابو حسين بيت كيل. وهذا الفرع بيت عبيد والناس بيت سبتي بيت ابو ابراهيم كثير من البيوت. واحنا متوجهين لعرضية السوق مثل ما ذكرنا. احد النزلات الجصانية تسمى نزلة السراي او بيت السيد محسن العاملي الله يرحمهم ورحمته الواسعة. مثل ما جاي يشوفون كل اغلب البيوت الموجودة هنا واقعة. يعني نمشي ونشعر بالوحشة حقيقة. نشعر بالوحش. هاي البيوت قبل جد يعتنون بيها. صحيح طين بس لكن يرتبوه كانوا سابقا. يضربوه بورق يصبغوه سقف يرتبوه. مع كل الأسف. الله يرحمهم. بيت سيد جواد الهماشي. الله يرحمهم وعائلته أخونا سيد عقيل. بيت سيد صادق. العاملي. مثل ما جاي يشوفون هذا الفرع كان البيت ابو دهين موجود بيت طير بيت شناوه. يعني كثير من البيوت بيت ناجي الله يرحمهم بيت حجي ستار. هاي النخله مثل ما جاي يشوفون. وكثير من الذكريات المؤلمه حقيقه. يعني هذاك الحايطم متشيله بجضع مثل ما هذا جضع لازم الحايط. نعم اخواني الاعزاء بس البزازين بقت هنا. كثير من العجود الجصانية هي انهارت. نعم اخوان بيت حجي ستار. تعال بويا. تعال بابا وراي. بقت بس الكلاب والبزازين. عيدان عبد الله. هذن الفروع جصانية انتهم. بيت وحيد بيت كامل بيت المرحوم الخلف القديم. نعم فهذا المظلوم بيت وحيد مثل ما ذكرنا. وذاك البيت بيت سلمان صبري جيراننا الاعزاء. بقت بس اطلال. على كل حال نعم اخواني الاعزاء مثل ما تشوفون بقت بس اطلال. سلام عليكم ورحمة الله. كثير من البيوت حتى نسينا اسماهن. هم زين وثقناهن في فقرة عجوز جصانية.